اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم وشرفني ونورني الكابتن سمير عثمان حكم الدوري السابق لتقييم الحكام او تقييم حكم مباراه اوميني الكيني. كابتن سمير اهلا بيك. ازيك كابتن ميدو؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله وبركاته. انا هسيبك بقى تتكلم، انا مش هتكلم عشان الحكم ده انا خدت فيه سيئات كتير بصراحه. ليه ده سيئات؟ ليه مش مستاهله قوي؟ مستاهله قوي يعني. حكام الافارقه ليه بيخافوا يعني؟ حتى هم في مصر الموضوع ما بيبقاش بالدرجه دي، لكن تطلع تلعب افريقيا تحس بتلعب ضد الملعب ضد الجمهور ضد الحكم، حاجه صعبه جدا بصراحه. هو بص، النهارده طاقم الحكام الكيني بقياده اومينيه الحكم الكيني ده، احنا كمصر اول مره يحكم للفرق المصريه سواء انديه وسواء منتخبات. ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المباريات اللي هي بدايه المباريات بتشوف برضو بعض الحكام اللي هم ايه لسه جداد، انما اكيد من الدور الجاي هتلاقي في بقى حكام اللي هم بتوع الحكام نخبه الف هم اللي هيديروا بقيه المباريات، عشان طبعا المباريات هتبقى ايه اقوى بكتير. الحكم ده اعتقد ان هو حكم لفرق مصريه قبل كده، بس مره واحده بس. الكلام ده كان السنه اللي الزمالك اعتقد كان مره واحده. انا كان النادي الاهلي كان اول مره يلعب له. تمام. النهارده الحكم يعني الحاجه الميزه الوحيده اللي فيه كانت لياقته البدنيه عاليه جدا، بس برضو ما استغلهاش الاستغلال الامثل. والدليل على كده مثلا لو نذكر المشاهدين والمستمعين دلوقتي باحداث المباراه، انا عندي في المباراه كلها كورتين مهمين. الهدف اللي احرزه النادي الاهلي، وبعد كده في الاصابه، وبعد كده لا الهدف اللي تم اللي تم الغاءه، وفي بعد كده الاصابه بتاعت اجاييه. تمام. الكورتين دول يعني بينوا للواحد وهو بيتابع ان الحكم فنيا مستواه قليل. يعني هقول لك حاجه كابتن ميدو، هو مش قاصد انه يبقى كده، هو مش قاصد انه يبقى وحش، لا هو ده مستواه الفني. والدليل على كده ان في بعض الاخطاء لصالح النادي الاهلي او على النادي الاهلي، اوكي، لصالح الفرقه الثانيه التاونشيب، اوكي، كانت في اخطاء فنيه هو تقديره فيها خطا من سليم، بس كانت العاليه او فيها واللي كانت باينه قوي. طبعا الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في الشوط الاولاني في كوره من المدافع بتاع تاونشيب، هو مرجعها بقلشه كده لحارس المرمى. تمام، لحارس المرمى، وبعد كده وليد بينط نص جامب كده، ما لمسوش فيها بالزبط. فكان تقديره انه عاوز ايه يخلص مشاكل كده من بدري، صفر طبعا بركله حره مباشره لصالح تاونشيب على النادي الاهلي. تمام، مش مهم بقى جه منها هدف بعد كده ولا، انما هو القرار طبعا اللي خده خطا اصفر بعد كده ان هدف سليم كان ممكن يحتسب للنادي الاهلي لم يحتسب. فطبعا هو لو كان تقديره سليم في كره زي دي كان طبعا هدف يحتسب للاعيب النادي الاهلي ولصالح فريق النادي الاهلي. طب ايه حججه؟ ايه حججه؟ هو ما عشان كده بقول لحضرتك، انت بتقول لي خد، بتقول لي دي امكانياته، دي امكانياته، امكانياته لما تكون مثلا في كره كابتن سمير مش مرآة للجميع. تمام، لكن دي يعني انا لما اشوفها، ان انا ماليش في التحكيم اساسا. لا هو لازم يشوفها. ما هو بص يا كابتن، انت حضرتك لعبت كوره وفي كور كتيره جدا انت الحكم بدل ما يحسبها هو شايفها، في كور الحكم بيحسها كمان. انت في بعض الكور بعض الحكام بيوصلوا لخبره عاليه جدا، مش كل كوره هو بيشوفها بيحسبها، لا في بعض الكور هو مش بيبقى شايفها كويس بيبقى حاسسها. كونه خبراته كتيره المتراكمه انه لعب تحكيم كتير او لعب كره القدم بيبقى حاسس بالكوره. هي كره زي دي تقديره فيها سيء جدا جدا. هو خد قرار مسبق، هو فاكر ان في احتكاك من وليد مع حارس المرمى. هو احنا لو شفنا الكره بطيء مفيش اي نوع من انواع الاحتكاك خالص. هو فاكر ايه؟ مش معقول. هي برضو الواحد انا استغربت يعني، انت أيوه. انت حاسبها على اساس ايه بالظبط؟ ما دي مش امكانياتك يا كابتن سيد. انا شايف انا عايز اختلف معاك، لازم يعني شويه كده انا اقرك شويه. بس هو الحكم الوحش انت قاصد يعني؟ جدا. لا جدا، انا لو عملت تليفون عشوائي دلوقتي حتى لو رد عليه واحد زملكاوي هيقول لي لا جول، والحكم هي جول، هي جول متعامل. لا بص، هي انا بقول لك ليه امكانياته. في بعض الكور برضو النهارده اتحسب، في كوره او كورتين في الشوط الاولاني اتحسبت للنادي الاهلي، في مباراه ثانيه ممكن العمليه تعدي خالص. فاهم ازاي؟ للنادي الاهلي؟ للنادي الاهلي في كوره او كورتين في نص الملعب. تمام؟ انا بتكلم على الامكانيات، الامكانيات دي بتختلف من واحد لواحد تاني. تمام؟ فطبعا دي امكانياته القليله. ماشي. نيجي بعد كده بقى الكوره بتاعت اجاييه، طبعا دي حاجه من الكور اللي تضايق بقى. تمام. تضايق. يعني ده برضه امكانياته؟ هو سيء، هو مش كويس. هو مش كويس، خلي بالك، ما خلي بالك يا كابتن ميدو. انت عندك لعيب كوره كويس، اوكي؟ بتبقى انت سقف طموحك فيه طالب منه كل حاجه، يدافع ويجيب جول. تمام. ويحاول على الجول وحاجات كتيره. نفس القصه الحكم، الحكم مش كل الحكام كويسين. مش كل الحكام عندهم موهبه عاليه. طب يا كابتن معلش، يعني انا احنا عشان الحوار يبقى سخن كده، اتفضل. هو الاتحاد الافريقي مش عارف الحكم ده على قده؟ طب ايه المشكله؟
وعنده حكام برضه. هو من وجهه نظره يعني عارفين هم ده مش معروف اكيد يعني طالما ان احنا بره الاتحاد الافريقي عارفين هم برضه كتقييم ليه برضه مش أكيد من الحكام اكيد العقل. لانه ليه سوابق قبل كده الحكم ده ليه سوابق الكورتين اللي احنا شفناهم دول اكيد ده العادي بتاعه يعني انا هكلم حضرتك الكرة دي سابقه من بص يعني بص كل الناس دي كانت عايزه تضربه خلي بالك لا دول داخلين يسلموا عليه ده كان ماتش ايه يا جماعه المريخ السوداني باين كان ماتش ايه فكروني المريخ هل هو فعلا الحكم هو انا الفيديو ده كنت اعرضه قبل الماتش بص تخيل كل لا هم بيحيوه دي بعد الصفار دول نازلين برضه كان عنه. اعتقد فريق سوداني كان بيلعب في فريق مستضيفه وطبعا هو بيجامل الفرقه صاحبه الارض بطريقه زي ما حضرتك شايف كده فثوابه كتير بصراحه الراجل يعني الراجل بصراحه يعني اللي انا بستغربه لما انت الهلال السوداني لما انا كان بيلعب مين يا ريت تقول لي كان بيلعب مين لما انا عارف الحكم ده كده وعارف ان هو ممكن يعمل اهو بالظبط اهي اهو بص بس يعني بيجري كويس بيجري هو انت قلت بيجري كويس يعني الاكتب بدنيه دي الافاده يعني بصراحه ولو كان وقف كان يعني انت قلت ان الاكتب بدنيه عاليه جدا بدايه قلتها لك ليه تديله ماتش اهلي انت عارف ان الاهلي اساسا الموضوع بالنسبه له يعني مفيش فيه تهريج تخيل لو ما كناش جبنا جون يا كابتن هتبقى مشكله كانت هتبقى مشكله بجد والله العظيم كان غالبا هيحصل نفس اللي احنا شايفينه ده النهارده لا احنا ما بنجريش ولا نضرب حد بصراحه يعني والله انا الجمهور يعني يمكن على مدار التاريخ الاهلي عمره ما جري ولا حكام ولا عمره حقيقي فمش عارف بص هو مستواه الفني زي ما احنا قلناه هي بس خلينا نرجع للاحداث بتاعه هو عشان بص ما لكش حاجه اتفضل لابس تيشيرت جامد برضه ده انت قلت برضه يعني انت عايز تطلع له اي حسنه المهم قال لك لابس تيشيرت جامد الكره بتاعت بص يا كابتن الكره بتاعت جونيور اجيه النهارده اللي هي كانت على الجزء بتاع ال 18 الناحيه الثانيه اللي احنا بنسميها والثمانيه اللي هناك تمام السوق. كره زي دي تمام الكره عباره عن ايه؟ سيبك تقول لوحدك اهو اما انا بقول لك هو مش عايز يبقى ماشي لان خلي بالك هو لو قريب يعني ايه لازم الكره يبقى سليم قوي هو لياقته البدنيه عاليه يعني انا متاكد ان لياقته البدنيه ممكن تكون احسن من لعيبه النادي الاهلي والفرقه الثانيه ده بيجري جامد ما شاء الله في كره في الشوط الاولاني ده فتح سبرنت جامد جدا ما فتح سبرنت من الجماهير اهو ما ده انقاذ حياه انقاذ روح المهم يا كابتن ميدو خلينا في الكره الثانيه بتاعت جونو ايا جايه هي الكره كانت دخل 18 بس برضو غير الكره دخل كره 18 كان في رجل بره ورجل جوه تمام. الجسم الاتحاد الدولي بيبص عليها انه كواحده واحده ما ينفعش الجسم ينفصل ايده اليمين تبقى بره وايده الشمال بره الخطا حصل خطا واضح جدا طبعا في لعب بتهور من اللاعب بتاع تاونشيب على الجونيور اجاييه خبطه في رجله اللي هي كانت بره غالبا اعتقد هي الشمال وفي رجل تاني بره طبعا طالما ان في رجل داخل منطقه الجزاء او على خط منطقه الجزاء فلازم هنا طبعا يحتسب ركله حره مباشره ولو داخل منطقه الجزاء ازاي يا كابتن؟ طبعا رجله الشمال زي ما قلنا انت عارف ايه اللي حصل؟ عارف الاصابه ايه؟ لا صابونه رجله اتنقلت من مكانها يا ساتر والله يعني اصابه الحكم حتى ما هنش عليه صفر حتى يعني ما هو خلي بالك هو لو صفر بقى هنا ملهاش لا ملهاش دي لازم ضربه جزاء ما بص يا كابتن ميدو الكره زي دي عاوز صفر ضربه جزاء طبعا اصابه صعبه بس يعني ربنا يعني ربنا يسهل طبعا يعني تشخيص المبادئ تعرف الصابونه لما بتتحرك دي طبعا انا مش دكتور بس ده معناها مثلا بالظبط عامله زي ما مثلا ايه موتوسيكل يخبط في رجل واحد واقف حاجه كبيره عربيه تروح خبطه واحد واقف لا إصابة صعبة طبعًا. يعني يا رب طبعًا. زي ما الدكتور أشرف بيقول إن هي إن شاء الله الدكتور خالد آسف بيقول إن هي شهر ونص يا رب تبقى حتى شهرين أنا موافق شهرين طبعًا أنت مش متفائل كده طبعًا لا الصابونة اتحركت من مكانها كابتن الصابونة اتحركت من بس هما لسه عملوا أشعة أو حاجة كده ولا بتبان حاجة المبدئية التشخيص المبدئي بالعين لسه بقى يروح يعمل أشعات فالتشخيص المبدئي بالعين بيبين إن هي اتحركت من مكانها فدي مشكلة اتفضل يا كابتن إن شاء الله يبقى خير يا رب فالكرة بتاعت أجاي طبعًا دي كانت نقطة مهمة جدًا بالنسبة لي وأنا بتابع أداء حكم طبعًا دي ركلة جزاء واضحة جدًا في لعب اللعيب بتاع تاونشيب بتهور على رجل لاعب النادي الأهلي
رجلي طبعا بره بس في رجلي الثانيه جوه والكره جوه طبعا، فدي ضربه جزاء سهله من ضربات الجزاء السهله، اما تيجي الحكم يبقى حظه حلو يحسبه ويبقى شكلها كويس. لو حضرتك تفتكر الماتش الاولاني ضربه الجزاء الحكم اللي حسبها الحكم الجزائري بالزبط. كانت واضحه جدا بتبقى في صالحه وقريب منها. الكره زي دي اعتقد لو الحكم كان حسبها، حتى يا كابتن ميدو انت متجي لك كره زي دي واضحه وانت بتلعب وتحسبها على صاحب الارض، دي بتدي لك اضافه للنقاط التقييم بتاعك انك تحسب ضربه جزاء على صاحب الارض. محمد معروف لسه كان بيحكم ماتش، عمل كره رائعه بصراحه. اعتقد في فين كان برضه؟ كان في افريقيا. تمام، في افريقيا طرد وضربه جزاء. انت عارف دي بصراحه يعني يستأنف في اللعب بايده رجله او لعبها بايده بالزبط. تمام، راح ضرب الولد بايده. شفتها. فطبعا كان معروف قرار ليه رائع انه حسب ضربه جزاء وكارت احمر. هايل. لان انت عارف ده كارت في قلب 10 على 10. كره زي دي بقى انا اؤكد لك بقى هتفرق جدا مع معروف الفتره الجايه فعلا. خلال اسبوع او اسبوعين هتلاقيه هياخد ماتشات ثانيه. فرقت طبعا، فرقت معانا. شفت ردود افعال طبعا ضد الفريق العربي، اعتقد ان هو مغربي او جزائري. اه الفتحه. وعاوز اقول لك حاجه، هم كمان برضو بمناسبه الحكام المصريين هم لسه عاملين اختبار لياقه بدنيه والحمد لله كلهم نجحوا، بتوع القائمه الدوليه كلهم ما شاء الله نجحوا وبرضو مساعدين نجحوا، في اثنين بس لم يوفقوا، ان شاء الله بقى لهم اعاده باذن الله. ان شاء الله. يعني حضرتك بتقول ان هو ما فيش اي داعي لعدم احتساب ضربه جزاء، بالعكس انت تصيد نفسك بالظبط وتضيف لك نقاط انك بتحسب ضربه جزاء على صاحبه الارض. دي حاجه من الحاجات الايجابيه. بس هو ما اعتقدش تفكيره يوصل يرتقي للنقطه دي. بس ده ما اعتقدش هنشوفه في ادوار جايه، يعني ممكن يستنوا عليه شويه. بس في نفس النقطه يا كابتن ميدو عاوز اقول لحضرتك، هي الميزه في النهارده بقى النتيجه. النتيجه يعني بتشيل 90% من اخطاء التحكيميه لو انت حابب تتكلم عليها. النهارده مين اللي كسب بالزبط بالزبط اللي هو اتظلم في ضربه جزاء او هدف سليم. انما طبعا الصوره كانت هتبقى مختلفه تماما لو النتيجه ما كانتش ايجابيه لصالح الفريق المهزوم اللي هو كان النادي الاهلي. بس النهارده ربنا كرمهم وكسبوا يعني. اكيد استاذنك اخد الاستاذ فراس بن صالح صحفي التونسي. استاذ فراس اهلا بيك. اهلا ومرحبا بيك يا اخويا. اهلا بيك ومنور الدنيا في قناه الاهلي، والف مبروك النهارده فوز الترجي. يبارك فيك عايشك ومبروك كذلك فوز الاهلي وكل الفرق العربيه في المسابقات القاريه. اعتقد ان الفرقتين الكبار هم اللي هيصعدوا باذن الله، الترجي والاهلي باذن الله. والله هذا اللي كان منتظر الحقيقه بالنظام الجديد رابطه ابطال افريقيا كذلك كاس الكونفدراليه اللي هي دور المجموعات هي من الادوار الاولى وليس في الشامبيونز ليج. نتصور كما كان منتظر الاهلي والكاريزي في طريقه مفتوحه رغم بعض الصعوبات وبعض النقاط. كما تعرف البطوله في تونس في الفتره الحاليه متوقفه بما انه كيف في البطوله المصريه متوقفه، لكن بالرغم من هذا كما كان منتظر الكاريزي والاهلي المصري كانوا في طريق مفتوح بالعبور للدور الدور الثاني اللي هو نجم نقولوا دور الجديات الحقيقه. على خاطر هذه تصور كان فما اختلاف في موازين القوى بين الفرق المشاركه الاربعه، هذاك علاش ممكن بدايه ثانيه الدور القادم تبدا الجديات في رابطه ابطال افريقيا. اكيد يعني استاذ فراس النهارده لو اسالك عن سر فوز الترجي النهارده مع انه كان متاخر بهدفين في اللقاء الماضي وفي تونس كمان في قلب تونس كمان، يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا كان عندي في الاستوديو هنا ولما بسمع الترجي خسران واحد خسران اثنين في أول أعتقد ربع ساعة أنا كنت مصدوم. فممكن تكون نتيجة الماتش السابق هي اللي أثرت النهاردة في الترجي وخليته ياخد الماتش بجدية كاملة وخليته يكسب المباراة وياخد الثلاث نقاط من المباراة. صحيح. أنا ممكن مش أقول لك حاجة أخرى، لأنه اللياقة البدنية عم تزود في مثل هذه اللقاءات، خاصة أن الترجي البطولة في تونس انتهت من شهر باهي يعني عندها على الأقل ثلاثة أشهر، هذاك علاش الترجي ما قاش الإمكانيات نتاعو، ما قاش الأوتوماتيزم نتاع اللعب ولا الخطط التكتيكية نتاعو، هذاك علاش لقى صعوبة في مباراة الإذاعات في ملعب رادس كان متأخر باثنين بلاش ثم عاد 2-2، هذا يبين قوة شخصية تاع
فريق كبير كما الفريق الهلال التونسي اللي يشارك بصفه منتظمه في رابطه ابطال افريقيا. كيف كيف مباراه اليوم نجم نقولوا للترجي في مثل هذه اللقاءات وكل الفرق التونسيه عموما مش كان الترجي في اللقاءات اللي تكون في افريقيا السوداء ان صح القول، يعني الفريق يعرف كيفاش ينتصر ويروح بنقاط الفوز من ملاعب صعبه رغم الضغط الجماهيري في مثل هذه اللقاءات وكذلك التحكيم، الى انه الفرق الكبيره كما هذه اللي عندها عادات وتقاليد في المسابقات القاريه حتى اذا كان ما تقدمش مردود كبير الا انها عارفه انها تعود بانتصار من لقاءات صعبه خارجيه. اكيد يا استاذ فراس، يعني اعتقد كمان المباراه القادمه بين الاهلي والترجي في رادس باذن الله شايفها ازاي؟ انا شايف الموضوع هيبقى سهل نسبيا لان الفرقتين اعتقد ان هم حجزوا بطاقتهم خلاص في التاهل. والله صحيح، لكن الان تختلف في الادوار القادمه، ممكن الترجي مش يقوم بانتدابات في الفتره الصيفيه كيف كيف بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن مش يقوم بانتدابات فيما تبقى من الميركاتو الصيفي. اكيد نقول انه مباريات دور المجموعات ماهيش مقياس، ماهيش باش تكون مقياس في الادوار الاخرى اللي مش تكون بنظام المباريات الاقصائيه، وكيف كيف الفرق الاخرى مش يكون عندهم استحقاقات عربيه بالنسبه لكاس العرب وكيف كيف استحقاقات محليه بطوله مصر بطوله تونس، يعني نتصور انه دور المجموعات ما ينجمش يكون مقياس في اللقاءات القادمه كما نقولوا لكل لقاء وحقيقته، هذاك علاش نجم نقولوا الان الرؤيه الضبابيه بالنسبه لمن ستؤول الامارات الافريقيه هذا الموسم. أكيد أستاذ فراس، يعني الترجي بيعاني من التحكيم الأفريقي زي ما الأهلي بيعاني ولا شايف الموضوع مختلف؟ والله يكون الفرق العربية حقيقة بتعاني من الأخطاء التحكيمية سيرتو في أفريقيا السوداء، وهذا طبيعي خاصة أنه في الأعوام الأخيرة ممكن الأخطاء التحكيمية مش نقولوا تقلت مقارنة بالأخطاء اللي كانت في فترات سابقة في عهد وإتحاد الاتحاد الافريقي السابق، ممكن مع الملغاتي احمد كان يحاول بشتى الطرق القضاء على الفساد التحكيمي في افريقيا، بالرغم من هذا الاخطاء التحكيميه اصبحت معروفه، يعني اي فريق عربي يمشي باش يشارك في بطوله افريقيه معروف انه باش يلعب ضد الفريق وضد التحكيم وضد الجمهور وضد النزل وضد جميع الظروف، هذه يعني افريقيا واحنا الحقيقه في الفترة الأخيرة كنا نشوف الفرق بين البطولات الأوروبية والشامبيونز ليج الأوروبية أكيد بين الشامبيونز ليج الأفريقية، لكن للأسف الكرة في أوروبا مش كرة في أفريقيا، وهذا منطقي وأصبح عادي حقيقة في كرة القدم الأفريقية. هي مش نقولوا حتى في الكان وصارت أخطاء تحكيمية، خلي في بطولات قارية كما هكا مثل الشامبيونز ليج ولا الكونفدرالية. أكيد، يعني نتمنى مباراة كبيرة تليق بالترجي وتليق بالأهلي المصري إن شاء الله، كل التوفيق وكل أمنيات للكرة العربية دايما بالإزدهار. أستاذ فراس بن صالح صحفي تونسي، شكرا جدا لحضرتك. لا بس هو برضه يعني داخل برضه في حتة التحكيم، يعني ما برضه ما زي ما بتحصل في أخطاء تحكيمية في أفريقيا برضه بتعمل أخطاء تحكيمية بتبقى كبيرة برضه في أوروبا، ما اختلف المستوى، يعني مختلف مستوى الكره الافريقيه مع الكره الاوروبيه. فانت يا كابتن ميدو لما تيجي تقارن حاجتين قارنهم بالكامل بقى، قارن مستوى الكره الافريقيه مع مستوى الكره الاوروبيه، وفي نفس الوقت نجيب بقى الحكام بقى مستواهم واللعيبه والمدربين لما نقارن. الحكم ده قريبك كلها؟ لا 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 والله والله ابدا، عارف الحكم ده انا من وجهه نظري اديله 5 من 10، والله اديله 5 من 10. عموما يعني عايز اقول لك كمان، يعني ادى 4 كروت في المباراة كلهم من نصيب الأهلي، حسام عاشور وسليف كوليبالي ومؤمن زكريا والشناوي، يعني ماشي هنقول ان هو يعني خلينا في الحاجات المهمة، الحاجات المهمة هو فشل فيها أكيد. هو كتير وياخد 5 من 10 كتير والله، كمان 5 من 10 والله كتير. 5 من 10 كان ممكن يبقى فريق كبير بحجم الأهلي لو الأهلي ما كسبش النهارده.
هو طبعا انا بالنسبه لي انا كنت اقول الكلام ده لو زمالك وانا اقول لحضرتك حاجه والله انا بالنسبه لي بس عاوز اعدل بقى في صيغه حته خطا مؤثر وغير خطا مؤثر. الناس يا كابتن ميدو فاكرين الخطا المؤثر هو دخل منطقه الجزاء بس. لا انت ممكن يكون خطا مؤثر في رمي التماس في نص الملعب الثاني يجي منها هدف. فالخطا المؤثر ملوش دعوه بالمكان فعلا. الخطا مؤثر ممكن كارت بالظبط كده كارت ثاني يطرد بالظبط يتغاضى عن كارت حقيقي. نورت وشرفت يا كابتن. شكرا كابتن ميدو واستمتع بيك. ربنا يخليك. اخر كلام الحكم تدي لكم من 10 يعني عشانك انت 5/10 كتير قوي. شكرا جدا. شكرا كابتن. شكرا جدا لحضراتكم ان شاء الله دايما كده مبسوطين وفرحين مع بعض ودايما اسم الاهلي مرفوع لفوق ودايما حما الاهلي. شرفتوني ونورتوني ودايما في انتصارات ومع السلامه.